ايه لعيونكم، من عيني هاي قبل هاي، حتى قبل ما انجح بالانتخابات، حتى قبل الانتخابات، اي اقتراحات اي مطالب انا جاهز لعيونكم. ها استاذ طلع سودا. ايه والله طلع سودا لك، ليش عم بقول هيك بالضيعه؟ عم بقول قال شو قال كذاب كثير، قال منافق، قال كثير كذاب. اي والله، ويعني واللي ما عم بقول كذاب شو عم بقول؟ عم بقول عنك هبور. مزبوط هبور. اي والله هيك سمعت. وانت انت شو قلت لي؟ ما انا بالضيعه هيك بيقولوا عزروت. ايوه انت قلت لي عزروت. قال لا بتحلها بتربط مثل قلتك يعني. لك ما في عيونك، ما انا بالضيعه هيك بيقولوا. معهم حق، هن متعودين النوابي بالفوق، بس لازم انتو تقولوا لهم انه انا غير شكل. عدنان اذا بتري هلا بنشرب الشاي وبوشنا فورا لعند مدير الناحيه. دق الحديد وهو حامي. دق الحديد وهو شو؟ هو شو؟ هو حامي. حامي مزبوط حامي. طيب حكيتوا مع الرعيان شي؟ قلتوا لهم انه هذا الحكي ما بيصير ابدا؟ سيدي ما فا فايدة. منحكي مع الراعي بيهزلنا براسه بيقلنا اي، مندير ظهرنا بفوت على البستون هو والغنمات بيهفوها فيه. مزبوط سيدي، مزبوط الحكي. الله وكيلك يا سيدي، الله وكيلك. يعني صاير المحصود عنا بالنص، نحن بناخد نص صغير بناكله والمعزيات عبياخدوا النص الكبير. يعني عبيعزونا كتير، عبيعزونا مأزيين نحن. طيب ما اشتكيتوا للمخفر اللي عندكم؟ سيدي مدير ناحية، المخفر ما برد عليهم مثل إذا أنتوا حكيتوا مع المخفر. بتضل كلمتكم يعني إلى وقع خاص. شو قلتوا لي اسم ضيعتكم؟ أم الطوافيس. ألو مين معي؟ يعطيك العافية يا مساعد أدهم، أنا مدير الناحية. احترامي سيدي. نعم سيدي لهلأ ما حدا قدم لنا شكوى. اي نعم سيدي طبعا، عم نسير دوريات بشكل يومي. حاضر سيدي. سيدي الظاهر هن عم يشوفونا عم يتخبوا. معناها بتنصبوا لهم كمائن مشان ما يشوفوكم. اي راعي بتكمشوه بتقدبوا لي القرود فيه. يمنع منعا باتا الاعتداء على الاملاك العامه وخاصه الزراعيه، مفهوم؟ يا جماعه اذا صار اي خرق للأوامر اللي وجهتها هلا يا ريت تخبروني فورا. الله يديم الحكومة فوق راسنا ولا يحرمنا طلتها إلهي. شكرا سيدي مديرنا. لا شكرا على واجب. الزراعة إحدى أهم الثروات الوطنية تبعنا، لازم ما نتعامل معها بلا مبالاة. عراسي سيدي، الأرض لمن يفلحها ومن ينكشها. شو